تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل، وصباح الصحة، وصباح السعادة. ويومكم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. مستمعينا الأعزاء، دائما الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء دائما في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل مستمعينا الأعزاء، فريق العمل لهذا اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء هاشم، وفي الإخراج إخراج ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة، وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة أرحب دائما بتواصلكم ومشاركاتكم معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض وياكم مستمعين الأعزاء فقرات برنامجنا هذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية اليوم تحت عنوان السمنة تزيد من احتمالات عودة السرطان أو سرطان الثدي مرة أخرى. وفقرة مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وبتعطينا المستجدات زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أما فقرة التغذية لهذا اليوم مستمعينا عن علاقة الغذاء بالصداع النصفي، وبتكون معايا عبر الهاتف خبيرة التغذية الأستاذة نجلاء درويش بهيئة الصحة بدبي، وبنستعرض وياها الحقيقة عن أنواع الصداع وبالأخص الصداع النصفي وعلاقة الأغذية بالصداع النصفي، وكيف تحفز بعض الأغذية الصداع النصفي، وكيفية أيضا تجنب نوبات الصداع النصفي من خلال النمط الصحي وبالأخص النمط الغذائي الصحي. وخدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان خدمات قسم أمراض النساء والولادة في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، وبيكون معي عبر الهاتف الدكتور عاطف بشير استشاري أمراض النساء والولادة، وبيكون حديثنا مع الدكتور، بنستعرض خدمات مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، وأيضا بنتحدث عن الإمكانيات والتقنيات المتوفرة في قسم النساء والولادة والحالات المرضية التي يتعامل معها القسم، وأيضا بنتحدث عن خدمة جراحة المناظير النسائية وأهميتها في العلاج ومواضيع أخرى حول هذا الموضوع. دائما نرحب بالتواصل معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى صباح الخير. صبحكم الله بالنور سرور أخوي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك أختي أسماء بالنور والعافية. وشو مستجداتنا اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ نأخذ بعض الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، من ضمنها الأسئلة والإجابات اللي توصلنا بشكل مستمر، وأمس كنا حاطين نشرة خاصة والسؤال كان يقول هل يمكن لمن يتناول أدوية مضادة للاكتئاب من أخذ لقاح فيروس كورونا أو فيروس كوفيد؟ الإجابة نعم، يمكن أخذ اللقاح. فهي من ضمن الأشياء، من الأسئلة اللي وصلتنا بشكل كبير في قنوات التواصل الاجتماعي،
ولهذا تم وضع نشرة خاصة للإجابة على هذا السؤال. أيضا من ضمن الأشياء اللي تم نشر قنوات التواصل الاجتماعي هي تغطية خاصة لأحد المراكز التطعيم وهو مركز البرشاء الصحي، مركز قاعة البرشاء لتطعيم خفض سوري، والمركز هذا تقريبا يشل يعني الكاباسيتي ماله 4000 شخص في اليوم. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا نحن نأكد عليها أن تطعيم اللقاحات للأطفال أو اليافعين من عمر 12 سنة إلى 15 سنة متوفر الآن في مجموعة من المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الصحة بدبي، وهو تطعيم فايزر بيونتك لهذه الفئة العمرية. أيضا من ضمن الأشياء اللي وصلتنا أن يعني كيف ممكن أخذ حجز الموعد، ممكن حجز الموعد من خلال تطبيق حياة الصحة بدبي. بالنسبة أيضا للأشخاص اللي يسألون مثلا كيف نعرف أن مثلا ولدنا من ضمن الفئات المستهدفة أو الفئات ذات الأولوية، هو تم تخصيص ثلاث فئات ذات أولوية لهم الأولوية في الحصول على المواعيد، وهي الأطفال أو اليافعين اللي عندهم أمراض مزمنة، ايضا للاطفال اللي يعيشون مع اشخاص من الفئات ذات المعرضه للاصابه والمضاعفات، وايضا اللي يعيشون مع اشخاص غير قادرين على اخذ التطعيم طبيا من او الفئات المستثناه من الكبار. نعم. فهاي الفئات ذات الاولويه او لهم اولويه في اخذ اللقاحات في هيئه الصحه. تقريبا هذا الشيء اللي كان في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحه والسعاده. اتمنى لك الصحه والسعاده اختي اسماء الجناحي. شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، علاقة الغذاء بالصداع النصفي، حديثنا بيكون بعد الفاصل. بتكون معايا عبر الهاتف الأستاذة نجلاء درويش، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومستمعينا الأعزاء، علاقة الغذاء بالصداع النصفي، وما هي العلاقة بينهما، وكيفية أيضا تجنب نوبات هذا الصداع النصفي من خلال اتباع نمط صحي سليم، وأيضا نمط الحياة الصحي والغذائي الصحي. يشرفني الحقيقة تكون معايا اليوم عبر الهاتف الأستاذة خبيرة التغذية نجلاء درويش، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، للحديث عن العلاقة بين الغذاء والصداع النصفي. أستاذة نجلاء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. أستاذة نجلاء، صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أستاذ عبد الله. الله يصبحك بالنور والعافية أستاذ نجلة. اليوم الحقيقة يعني موضوعكم موضوع اختيار الموضوع جميل الحقيقة، لأن فعلا في هناك شريحة كبيرة من يعني أفراد المجتمع يعانون من مشكلة الصداع بشكل عام، ولكن أيضا الصداع النصفي. فجميل الحقيقة يعني اختيار الموضوع هذا لمعرفة العلاقة بين الصداع النصفي وبين نمط الحياة الصحي، سواء كان نمط الحياة الصحي بشكل عام أو نمط الغذاء الصحي أيضا. فلو تخبرين أستاذ النجلة يعني ما هي العلاقة بين الغذاء والصداع النصفي؟ طبعا العلاقة اللي هي بين الأغذية بشكل عام، نظام الغذائي المتبع يعني بشكل عام ما يسبب، يعني ما بنقول أنه هو السبب في الصداع النصفي بشكل مباشر لكثير من الحالات، لكن أشارت بعض الدراسات أن هناك في بعض الأغذية المحفزة للصداع النصفي للأشخاص اللي مصابين وتم تشخيصهم بالصداع النصفي. في بعض الأغذية يمكن يعني شوية تحاول أن تحفز من الصداع وتثير حتى تخلي الحالة مثلا تزداد وما تخف، حتى باتخاذ بعض الأدوية أو حتى باتباع الأساليب
اللي يتبعونه لما يحدون من الصداع النصفي. نعم. من هذه هي من هذه الأغذية طبعا بشكل عام أنا بذكرها اللي هي الأغذية اللي ممكن تحفز الصداع النصفي، ولكن مو بشرط أنه يكون مثلا تكون هالأغذية كلها هي اللي تسبب الصداع النصفي لدى شخص نعم. واحد. بس يعني استاذة نجلة، هل الأغذية اللي انت بتذكرينها الحين اللي هي تحفز فقط اللي عندهم يعني مشكلة الصداع النصفي، ولا الصداع بشكل عام؟ الصداع بشكل عام. بشكل عام نعم تفضل. بشكل عام ويعني عادي تذكري وانا بكتب الأغذية هاي ان شاء الله. هي الأغذية اللي بنذكرها الحين نعم. يعني بتكلم كذا نوع. نعم. ومو بشرط انها كلها تكون تحفز يعني عند شخص واحد تحفز الصداع. نعم. هي فالشخص مثل ما انت ذكرت، الفكره انه يكتب مفكره يعرف مثلا اذا تناول هذا الغذاء صحيح لو يحفز الصداع عنده ولا ما يحفز، على اساس انه يتجنبه يعني المرحله القادمه يتجنبه. نعم. هي من اللحوم المصنعه اللي هي مثل الهوت دوغ، المرتديلا، اللي هي الاطعمه اللي تحتوي على ماده النيتريت او النيترات. هذه اللحوم شوي واحد يبتعد عنها عشان ما يحفز عنده الصداع او يحس باعراض الصداع. في الاجبان المعتده اللي هي نقول احنا القديمه شوي مثل الاجبان القديمه، هي القديمه المعتده مثل او الاجبان هي مثل جبنه سويسر، جبنه سويسريه، البارميزان، هالاجبان بعد ممكن انها تحفز الصداع لدى بعض الاشخاص. عندنا كذلك الأغذية اللي تحتوي على الجلوتاميت وحاد الصوديوم. بذكر بعض المصطلحات ممكن تكون إنها غريبة على بعض الأشخاص. عاد أنت أستاذة نجلة اذكري لنا المصطلحات العربية عشان نعرفها نحن بعد. اللي هو مثل الأكل الصيني أو حتى الصويا اللي فيها، وحتى بعض الشربات الجاهزة ومكعبات مرق الدجاج أو بعض الصوصات اللي تحتوي على هذه المادة. عندنا كذلك المادة المحلى الصناعي اللي هو الاسبارتم، خلينا نقول هو وين موجود، موجود في مشروبات الدايت معظمها. نعم. مشروبات الغازية اللي هي خاصة الدايت، يعني الناس ممكن تشربها انه هو دايت وزيرو يعني صفر سعر حرارية ما في، وفي نفس الوقت هذا المحلى الصناعي اللي فيه يحفز الصداع النصفي او الصداع بشكل عام. الاكثار من الكافيين، مشروبات القهوة، الشاي، المشروبات الغازية، إذا الشخص تناولها بكميات كبيرة خلال اليوم، يعني شفت أستاذ عبد الله ممكن شخص يصدع يقول لك بروح أشرب قهوة. صحيح. صح؟ يعني هذا اللي إحنا متعارف عندنا، لكن صح. إذا هو شربها بكميات كبيرة بتحفز عنده الأعراض وبيحس بالتعب، بيهيج عنده الصداع بشكل عام. وحتى الصداع النصفي، فعشان كذا نقول له يحد من تناولها، يعني ممكن بمقدار كوبين 3 أكواب يعني كحد أقصى في اليوم من هذه المشروبات اللي تحتوي على الكافيين. في بعض ممكن حتى نقول إحنا الأكل البايت، يعني اللي مثلا مر عليه يومين 3 أيام الأطعمة اللي هي محفوظة، لدى بعض الأشخاص تزيد عندهم أعراض الصداع بسبب أكلهم لهذا الأكل البايت. عندنا المقالي، في بعض الأصباغ الغذائية، المخللات، الزيتون، الموالح بشكل عام. ما خليتي شيء أستاذة نجلة. هذه أغذية عامة، لكن مو شرط أنها تحفز الصداع عند يعني عند الشخص. هاي كل الأكلات، فعشان كذي لازم يحط مفكرة. ما خليتينا شيء. هي الأشياء هاي اللي هي عالية بالصوديوم والأملاح اللي هي ممكن حتى يعني ترفع من الضغط يعني تسرع من الدورة الدموية في الرأس، وبالتالي الشخص بيصاب بصداع. نعم صحيح. طبعا بوجود المفكرة لازم يحط أنا سلي هي عندي. خلص برنامج، ما خليتي لنا شيء أستاذة نجلة. خلينا ننتقل إلى النقطة الثانية عن كيف يمكن تجنب نوبات الصداع النصفي. أيوة. أنت الحقيقة يعني ذكرتي أستاذة نجلة نقاط وايد مهمة، وأنا أيضا أنصح يعني أي شخص عنده مشكلة يعني وبالأخص يعني الصداع النصفي
فهاي الـ 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 يعني المحاور، أو عفوا يعني الأكلات اللي ذكرتها الأستاذ نجلة مستمعين الأعزاء، اللي هي تحفز، مش معنات أن كل، ولكن حلو أن الشخص يكون عنده ثقافة أن يحط هاي الأكلات عنده بعين الاعتبار. يعني إذا هاي الأكلات يعني تحفز عنده الصداع والصداع النصفي، يحاول أنه يتجنبها، ومثل ما ذكرت صحيح. الأستاذ نجلة أنه يقلل منها ويأخذ الكميات اللي هو يحتاجه وما يكثر منها أيضا. فعلا يعني يحاول يتناولها بحذر، أو يقلل حتى من استهلاكها لهذه المواد، يعني مو شرط يمنعها بشكل نهائي. نعم، كيف نتجنب نوبات الصداع أستاذة نجلة؟ من خلال النظام الغذائي. أيوة، الحين عاد لما يجي الصداع شو نسوي؟ نعم. اليوم اليوم موضوعنا شيق، لان انت تتكلمين عن بعض الاشياء اللي تحفز، وعندك نفس الوقت بعد ايضا يعني من الاغذيه ممكن الانسان انه يتجنب نوبات الصداع. اي فعلا، اول شيء يعني اهم نصيحه انه يكثر من شرب الماء، يعني يحاول انه في هذا اليوم بالذات اللي يصيب فيه الصداع، وانه يحاول يقلل نوبات الصداع، يكثر من شرب الماء، ويعني دائما يخلي جسمه رطب. يعني ذكرت الماء، ما ابغى تذكر سوائل مثل عصارة أو شيء ثاني، لا، الماء أهم شيء، إنه لازم يرطب جسمه. في نفس الوقت يتبع نظام غذائي متوازن، ما يمانع إني أنا أخلي غذائي متوازن عالي بكميات البروتينات اللي هي موجودة مثلا في الدجاج، الأسماك، خلينا نقول حتى اللحوم الحمراء. عندنا أخلي طبقي هذا عالي بالألياف الغذائية، وإذا سألوني قالوا وين الألياف الغذائية، موجودة في الخضروات والفواكه، ونركز مثلا على اللي وين نقول إحنا النشويات المعقدة مثل الخبز الأسمر، الأرز الأسمر وما شابه ذلك، عشان إحنا نبغى نركز على الألياف الغذائية عند تناولي هذا الطبق الغذائي، لأن هذه الأطعمة تساهم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم. وبالإضافة أني أنا أحاول أقلل من إضافتي للملح، يعني أحاول أني لما أحضر الطعام هذا وأتناوله ما يكون قليل، يعني ما يكون مستخدم ملح بكميات كبيرة، أقلل من استهلاكي للملح. طبعا عشان أتجنب نوبات الصداع بعد، أتجنب الأغذية العالية بالسكريات، يعني ما أحاول أروح للمشروبات العالية بالسكريات، أتناول السكر بكميات كبيرة، حتى أثناء شربي للشاي أو مثلا المشروبات أني أضيف كميات السكر، هذه تهيج عندي نوبات الصداع من خلال النظام الغذائي. طبعا النصائح الثانية الاسترخاء. الاسترخاء، البعد عن التفكير، التوتر، يعني هاي كلها مسببات ومحفزات للصداع، وانها تهيج الصداع كذلك عند الإنسان. يعني يبتعد حتى عن انه يتعرض لأشعة الشمس المباشرة بحيث انه يتضرر. وممكن بعد يعني اذا الشخص بعد ما نام ساعات نوم كافية بيحس طول يومه بالصداع. صحيح. يعني خلاص مجهد ومرهق، وما ما يعني ما حس ما ساعد جسمه في إنه ينام حتى ساعات نوم كافية. فلازم نحن ما نهمل بعد هالنقطة. نحاول كذلك إن نحن نتناول الطعام مثل ما ذكرنا، طعام النظام الغذائي متوازن، ونبتعد عن السكريات بكميات عالية. والأشخاص مهم جدا إنهم يحافظون على أوزانهم الصحية، لأن كذلك أحيانا زيادة الوزن والسمنة المفرطة، كل هذه الأشياء تتعب الشخص وتزيد عنده من نوبات الصداع. فيتبع نمط حياة صحي، يستشير الطبيب المعالج يعني باتباع لبعض التعليمات الخاصة بالأدوية، أوقات أخذ الأدوية، كذلك يحاول يحط له قائمة بالأطعمة اللي هو يتناولها مثل ما ذكرنا، وأوقات الصداع متى هالطعام اللي تناوله وحس إن هذا الأكل اللي أخذها زاد عنده الصداع بدل ما يقل، أو بدل ما إنه يخف عنده، ويعرف من أنواع الأطعمة اللي هو قاعد يتناولها. فهاي نصايحنا بشكل عام حق اللي يعانون من الصداع النصفي ويمارسون التمارين الرياضية بانتظام. يعني ممكن الشخص في اليوم اللي مصاب فيه بالصداع يحس إنه مو قادر يمارس أي تمارين، ما يخالف، بس نحنا نتكلم عن يعني أسلوب حياته بشكل عام، يحاول يمارسها بانتظام عشان يتجنب زيادة الوزن، عشان يحافظ على الوزن الصحي، وبالتالي يخفف من نوبات الصداع المتكررة. يعني نوبات تتكرر عنده بين فترة وفترة، فلازم يبتعد عن مسببات هذا الصداع عشان يعني يعيش حياته بشكل طبيعي، بعيد كل البعد عن المخاطر اللي ممكن يعني تصيبه من وراء تناوله لهذه الأغذية. صحيح. والجانب المهم أستاذة نجلة اليوم في حديثنا معك، نحن دائما
الحقيقة نكون سعداء جدا في حديثنا معك في مواضيع مختلفة، يعني تخص الصحة وتخص النمط الغذائي المتوازن. ولكن اليوم يعني أنت تحدثتي عن موضوع وايد مهم، بأن نحن يعني من خلال المعلومات اللي أعطيتيها أنت اليوم لنا وللمستمعين، أنه يتجنب أيضا وصوله للمستشفيات ووصوله للدكاترة ووصوله للأدوية. فإذا مارس هذا النوع من الثقافة أو العلم في موضوع أنه كيف يعني يعيش حياة صحية. أنا يعني صراحة اختصرت يعني حديثك اليوم في ثلاث نقاط، اللي هو النوم الصحي والغذاء الصحي المتوازن وشرب الماء مو بشرب السوائل. فإذا الإنسان يعني مارس هذا النمط نمط الحياة الصحي والغذائي، فأي نوع من الأمراض، لأن نحن الحقيقة يعني تحدثنا في مواضيع كثيرة من خلال برنامج صحة وسعادة، بأن ما تتخيلين كيف النوم له تأثير كبير جدا في علاج الكثير من الأمراض، وقد تكون هاي الأمراض أيضا يعني أمراض مزمنة. فدائما يعني الغذاء الصحي والنمط الغذاء الحياة الصحية النوم الصحي والتوازن في التغذية هو مفتاح السعادة ومفتاح صحة الإنسان. يعطيك العافية الأستاذة نجلة درويش، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء، حديثنا عن خدمات قسم الأمراض النسائية والولادة، بيكون معي ضيف الدكتور عاطف بشير استشاري أمراض النساء والولادة في مستشفى دبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما أرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى خدمات هيئة الصحة بدبي. مستمعين اليوم مستمعين الأعزاء، عن خدمات قسم أمراض النساء والولادة. مستشفى لطيفة للنساء والأطفال يقدم خدمات متميزة للمرضى بمختلف الفئات العمرية، وطبعا وفق أحدث الممارسات والبروتوكولات العالمية العلاجية العالمية. وفي حلقتنا اليوم بنتحدث عن خدمات اللي يقدمها مستشفى لعلاج وتشخيص أمراض النساء والولادة، ويشرفني اليوم ويسعدني أن يكون معاي عبر الهاتف اليوم الدكتور عاطف بشير استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. بننتظر بس وجود الدكتور معانا، وحديثنا بيكون معاه إن شاء الله اليوم مثل ما ذكرنا مستمعينا الأعزاء فكرة عامة بناخذ عن مستشفى لطيفة، مستشفى تخصصي تابع لهيئة الصحة بدبي ومستشفى متخصص للنساء والأطفال، ويعتبر من المستشفيات يعني المعتمد عالميا، واللي يعني يشتغل على مثل ما ذكرنا في البداية على أحدث الممارسات والبروتوكولات العلاجية العالمية، بسبب يعني اعتماد المستشفى من المنظمة العالمية GCIA. وأيضا يعني بنتحدث عن الخدمات المميزة والإمكانيات والتقنيات المتوفرة في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، وبنركز أكثر في قسم النساء والولادة. وبحكم مستشفى دبي مستشفى لطيفة مستمعينا الأعزاء يعني مستشفى متخصص مثل ما ذكرنا للنساء والأطفال، هناك أيضا عليه يعني يعني إقبال من أماكن أخرى يعني أو إمارات أخرى أو مستشفيات أيضا خاصة. فبنتعرف أكثر عن هذا الجانب، كيف يتم استقبال الحالات هاي سواء كانت من المستشفيات الخاصة أو من الإمارات الأخرى، بحكم أن مستشفى لطيفة مستشفى متخصص للأطفال والنساء. يشرفني اليوم يكون معايا الدكتور عاطف بشير استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى لطيفة. صبحك الله بالخير دكتور عاطف.
صباح الخير نساء وعلى كل الأستاذ. صباح النور دكتور. إن شاء الله. شرفنا دكتور وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة للحديث عن هذا المستشفى العظيم، مستشفى لطيفة للنساء والولادة، أحد المستشفيات التخصصية الخاص للنساء والأطفال بهيئة الصحة بدبي. ولو تعطينا دكتور فكرة عامة عن الخدمات اللي يقدمها مستشفى لطيفة فيما يتعلق بأمراض النساء والولادة. السلام عليكم مرة أخرى. وعليكم السلام دكتور. مستشفى لطيفة مستشفى مرجعي لأمراض النساء والتوليد، ويعتبر يعني من المستشفيات الرائدة في هذا المجال بإمارة دبي، ويقدم الخدمات على مساحة واسعة واستقبال كل الحالات اللي هي تعتبر من الحالات المستعصية والصعبة في مجال النساء والتوليد، وبإشراف طاقم مدرب على مستوى عالي وخبرات يعني طويلة جدا استفادت يعني في تقديم خدمات للمرضى بطريقة منتظمة ودائبة. ويعني أفتكر يعني تجربة رائدة جدا في هذا المجال، ويعتبر مجال حساس جدا، وخصوصا انه يعني المستشفى زي ما ذكرت يعني موقعها حتى الجغرافي والاستراتيجيه المستشفيات، وبالتالي يعني مساحه واسعه جدا من يعني في تغطيه يعني المساحه لاستقبال المرضى. صحيح. زي ما ذكرت حتى من الامارات المختلفه والمجاوره. نعم. تعاون مشترك جدا مع القطاع الخاص والمستشفيات الحكومية في يعني مختلف الإمارات. صحيح دكتور، نحن طبعا خلال يعني وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة أكيد بنتكلم مثل ما ذكرت يعني كموقع مستشفى لطيفة في إمارة دبي، كمستشفى أيضا متخصص يعني للنساء والأطفال، أكيد هناك دكتور إمكانيات يعني متطورة وإمكانيات على مستوى يعني التطور التقني والإمكانيات المختلفة، بحكم أيضا أنه يعني يعتبر من المستشفيات المعتمدة عالميا. لو تحدثنا دكتور في البداية عن الإمكانيات والتقنيات المتوفرة في مستشفى لطيفة، وبالأخص يعني إذا نتحدث عن القسم اللي أنت متخصص فيه دكتور، قسم النساء والولادة. حقيقة قسم النساء والتوليد يعني معروف حتى عالميا، هو من الأقسام اللي دائما يتعامل يعني مع الأقسام الأخرى الشاطرة اللي هو مشارك له في الشغل، مثل قسم التخدير والعناية الفائقة، كذلك قسم الأشعة والمقاطع الصوتية، وبارتباط وثيق جدا مع قسم الحضانة التي تخص الأطفال، وبعض الأقسام الأخرى كأقسام الباطنية والجراحة. فالحمد لله يعني الرابط الموجود في قسم في مستشفى النساء والتوليد ومستشفى لطيفة، يعني وجود كل العوامل المساعدة وكل التجهيزات اللازمة داخل القسم فنيا، ومن ناحية معدات ومن ناحية مساحات ومن ناحية غرف، والتوسعة اللي طرأت في الفترة الأخيرة زي ما رأيت اللي تهتم جدا بالإدارة وهيئة الصحة والتوسيع حتى وعين استقبال المرضى لزيادة العدد الأسرة وتضيحة بالتأكيد طوالي هي زيادة الخدمة، وبالتالي التوسع ورد والتشارك مع الأقسام الأخرى بنفس المستوى، والمعدات يعني شيء على مستوى عالمي جدا. وزي ما معروف مستشفى النساء والتوليد مستشفى لطيفة النساء والتوليد يعني حائز على اعترافات عالمية جدا بمقاييس ومعايير الجودة، وذلك يعني بمدى التجهيز والكفاءة العالية للقوم على الخدمة، والإدارة يعني الواعي جدا في متابعة احتياج المستشفى واحتياج المرضى، وده بالتالي بيرفع مستوى الخدمة لمستوى يعني عالي جدا، يعني ممكن يضاهي مستوى السياحة العلاجية. صحيح. في منطقة الخليج، اللي شو واضح جدا. نعم. فتستقبل حتى مرضى ببعض التخصصات الخاصة جدا، بوجود كفاءة عالية جدا مثلا في قسم المناظير وفي التخصصات الأخرى، حتى من خارج الإمارة ومن خارج دولة الإمارات يعني من أجل العلاج والاستفادة من الخدمة المقدمة في المستشفى. صحيح. الحاجة المهمة جدا سوري في 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 الجسم إنه قائم على نظم وبروتوكولات مطابقة تماما، وتم تحويرها لتلائم
البيئة العملية داخل الإمارات وداخل مستشفى لطيفة، ولا تقل تماما عن البروتوكولات والمعايير لخدمة المريضة المبنية على الدليل الطبي والمستند على البحوث العلمية الثابتة والمتجددة، ودائما بيكون يعني مواكبين ما يجري في يعني البروتوكولات العالمية في المنظومات. أي مرض سمح الله طرأ جديد مثلا حتى كالكورونا أو المعمول بها أساسا في التخصص ومتابعة التطعيمات للنساء الحوامل وكل الحياة دي وفق يعني طبعا لوفق ونظم يعني نقدر نقول عليها عالمية مدروسة بطريقة سليمة وجيدة جدا. صحيح دكتور. طبعا يعني حديثنا أو حديثك عن مستشفى لطيفة شيء رائع الحقيقة، ومشرف الخدمات اللي يقدمها المستشفى، يعني وفق يعني أنظمة عالمية، ويعتبر مستشفى لطيفة مستمعينا الأعزاء من المستشفيات يعني المتخصصة مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا للنساء والأطفال. دكتور عاطف، يعني نحن نعرف بأن مستشفى لطيفة مستشفى متخصص ومستشفى رائد ويعمل وفق البروتوكولات العالمية، وأيضا يعتبر يعني معتمد من أحد الشركات التي يعني متخصصة في مجال الاعتماد المستشفيات عالميا، الجي سي اي اي. فكيف يعكس يعني كيف يعكس هذا الموضوع الاعتمادات العالمية والاستفادة في البحوث وفي الخدمات اللي يقدمها المستشفى على المتعاملين؟ يعني حقيقة يعني احنا نقدر نختصر يعني كلمة مستشفى مرجعي معناتها مستشفى متكامل صحيح من ناحية تقديم الخدمات على مستوى خبرة وجودة عالمية، ده نعم الرقم الأول، ومستند زي ما ذكرت على البروتوكولات وعلى البحوث العلمية المبنية على الدليل الطبي يعني القاعدة الطبية المثبتة، ودي ماشي سهل يعني كون يعني يكون معترف بجهة زي الجي سي اي اي، دي حاجة يعني ده امر يعني يعتبر يعني قيم جدا يعني، وده ما جاء الا نتيجه مجهود ومثابره و تصل للقمه دي ما مشكله، المشكله انه الثبات والاستمراريه وانتاج الجديد، وده اللي صاير الان في المستشفى. دي نعم نقطه مهمه جدا يعني المستشفى بحافظ على مستوى الشيء ما يعني بمختلف اي حاجه من الخدمه من النظافه من الالتزام بالضوابط باللوائح، ودي كلها امور تؤدي اللي هو استمراريه الخدمه والوعد المستقبلي بخدمه مفرة يعني. اما وجود الخدمات الاخرى اللي نراها انها مؤثره هي بتمتاز بها النتيجه الجيده اللي بيستقبلها المريض يعني بنسميها نحن الاوت كم، نتيجه سواء كان قسم بالسلامه سواء كان امراه معافيه من مرض خطير في التخصص مثلا او حمل حرج طلع بالسلامه، ودي كلها حاجات يعني بتاكد نجاح المستشفى بحمد الله وفضل الله. صحيح. وأيضا دكتور يعني اللي يعني مشرف الحقيقة، يعني مع إمكانيات مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، طبعا يعتبر يعني مستشفى له إمكانيات كبيرة جدا على جميع المستويات، يعني إذا تحدثنا كإدارة، إدارة المستشفى، العاملين في المستشفى، الأطباء، مستوى الخبرات اللي موجودة لدى الأطباء الفنيين الإداريين، يعني يعطي المستشفى هذا الحجم وهذا النوع من يعني المستوى اللي فيه حاليا مستشفى لطيفة. حابين دكتور نحن يعني نسمع منك أكثر بسبب يعني إمكانيات المستشفى هذا، يتم هناك أيضا يعني تحويل مثل ما ذكرنا في البداية بعض الحالات الحرجة سواء من يعني المستشفيات في الدولة المستشفيات الأخرى، وأيضا دكتور حالات كثيرة توصلكم من المستشفيات الخاصة، لو نتحدث كيف يتم التعامل مع هاي الحالات الحرجة اللي يتم تحويلها بسبب عدم إمكانيات المستشفيات الثانية والإمكانيات الكبيرة اللي متوفرة في مستشفى لطيفة؟ حقيقة يعني الداخل على مستشفى لطيفة بلاحظ يعني الانسجام في كيفية وسلاسة استقبال المريض وتقديم الخدمة، واسمح لي أن أستفسر في النقطة دي بسيطة، من الاستقبال من يعني ضابط الأمن في الاستقبال
إلى العاملين على راحة المريض في قسم المساعدة، إذا كان رأيت في برضه في قسم الاستقبال في مركز السعادة، إذا كان رأيت ذلك في قسم الإدارة، إذا كان رأيت مثلا في قسم المعامل، في قسم المختبرات، في صحيح. قسم بنك الدم، في قسم التمريض، في مقادر الطاقم الطبي العامل اللي هو من المتمريض، من الأطباء، من الكوادر المساعدة، ومن برضه قسم الأشعة والموجات فوق الصوتية، قسم العملية، في قسم يعني حتى في تقديم طبق الوجبات برضو ده قسم مهم جدا، وقسم التغذية في كل الأقسام، قسم الترحيل، قسم الاستقبال، في قسم الإسعاف، حتى في يعني بنرى برضه في مهبط الطائرات برضه كلها طريقة يعني في صحيح. سلسلة بتاعت يعني نحكي بتاع تقديم خدمة بسلاسة بطريقة يعني نعم. خطوط متوازية لا في أي تقاطعات، كل الهدف يعني يتسابق لتقديم الخدمة، ودي حاجة يعني متوفرة برضو بنظر بطريقة يعني مدروسة وممتازة جدا. يعني تحس دكتورة هو يعني مثل ما تحدث دكتورة، أنا أقدر أفهم بأن هي يعني منظومة مظبوط علاجية متكاملة، وتعني يعني بإدارة حالة الشخص هذا من جميع الجوانب، الجانب العلاجي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي. فجميل أن اليوم يعني مستشفى لطيفة يعتبر من المستشفيات التخصصية للنساء والأطفال، ولا يختصر فقط على طبيب يعني علاج الجانب العلاجي الدوائي، وإنما مثل ما ذكرت دكتور عاطف بأن أيضا يؤخذ المريض كإدارة حالة بشكل شمولي أيضا. شمولي في قسم التنميه، في قسم الصيدليه، بدون استثناء اي قسم بتحس انه في منظومه بتاعت عمل متكالبه لتقديم الخدمه المتسارعه بجوده عاليه جدا. الحالات بتستقبل عن طريق الاسعافات، الحمد لله بشوف حركه اسعاف دؤوبه جدا، وزي ما ذكرت الاسعاف الطائر في بعض الحالات الحرجه بنشوفها عن طريق محطه الطائرات الموجود، يعني دي كلها حاجات. وحتى في لو راينا في قسم اللي هو البداله، في استقبال المكالمات، تقديم الحجوزات، في استقبال مكالمات قبول المرضى من الخارج، سواء كانت في الحالات المستعجله، سواء كان عن طريق المطارات برضو، وعن طريق مثلا العيادات الخاصه، عن طريق المستشفيات الخاصه، عن مستشفيات المرافقه والزميله في المستشفيات الحكوميه، سواء كان داخل الاماره او خارج الاماره. انا بفتكر انه دي منظومه متكامله لتقديم صحيح. خدمه فنيه مدروسه بطريقه اداريه مقدمه بطريقه خدميه زي ما تفضلت وذكرت ان هي متكامله نعم. والكمال الاحيان. دكتور عاطف، دكتور انت استشاري امراض النساء والولاده بمستشفى لطيفه، وايضا متخصص في اداره الحالات الحرجه. فلو تعطينا يعني دكتور عاطف فكره عن يعني كيفيه التعامل مع الحالات الحرجه، يعني حالات الحرجه المختلفه طبعا اللي تصل المستشفى، كيف يتم يعني اداره الحالات هاي وكيف يتم علاجها، علما بان ايضا انتم تستقبلون دكتور عاطف حالات حرجه مثل ما ذكرنا في البدايه من مستشفيات اخرى في الدوله وايضا من مستشفيات خاصه، بحكم انك انت دكتور تباشر على هاي الحالات الحرجه، لو تعطينا فكره عن كيفيه التعامل مع هاي الحالات الحرجه في مستشفى لطيفه. الحمد لله مستشفى لطيفه في استقبال الحالات الحرجه دي حاجه مميزه جدا، واهم ما يميز الحالات الحرجه هي حالات الولادات المستعصيه، وكذلك حالات النزيف المختلفه الاسباب، وحالات ارتفاع الضغط، وكل الحالات المصاحبه للحمل، وتكون مثلا بامراض مزمنه تتفاعل وتزيد خطورتها اثناء الحمل، او بامراض مزمنه في يعني عند النساء بطريقه يعني مستمرة في حياتهم وتتضاعف نتيجة بعض الأمراض وبعض المشاكل كمشاكل الحمل خارج الرحم، أو النشيمة المتقدمة، أو النزيف بكميات كبيرة جدا، وكذلك المضاعفات كمثلا حالات ارتفاع الضغط زي ما ذكرت. كل الحالات دي يعني موضوع لها بروتوكول ومؤشرات ومؤشرات للتعامل معها، في الاستقبال في الطوارئ، في طريقة تحويلها داخل المستشفى، في استقبال مباشرة في قسم العناية الفائقة، في فتح بوابات العملية بدون أي تردد وبدون أي تأخير، وعي الكادر بها بأنه لما يتم إشعار كل المستشفى عن طريق الميكروفون في حالة حرجة في المنطقة في واحدة من محطات العمل داخل المستشفى، كل الكادر المدرب بتدريب طافي للتعامل مع حالة الإعلان للحالة الحرجة بمسمى معين، طوالي يحب يعني على مدى 24 ساعة
في أشخاص محددين للتعامل ده يهب مباشرة التعامل مع الحالة وخطفها من محطة الحدث مثلا الطوارئ أو داخل الغرف التنويم أو داخل غرف الولادة أو داخل غرف العناية الفائقة أو العملية مباشرة لموقع التقديم السليم اللي هو غالبا يكون في غرفة العمليات. وطبعا دي بتنسيق عالي جدا مع الأجسام المساعدة لتقديم الأدوية المنقذة للحياة في قسم الصيدلة، لتقديم الكمية الكافية للدم من قسم بنك الدم والمعمل، وتقديم الفحوصات اللازمة في قسم الطاقم التمريضي يدري تماما الخطوات اللي يقوم بها شنو الشخص المعني بالأمر اللي هو قائد التيم أو قائد الفريق الموجود في لحظة الحدث مثلا ليتم التنسيق والتعامل بطريقة واضحة جدا وخطط تدريبية باستمرار، خصوصا المستشفى في قسم معني جدا بتدريب الكادر الطبي الكادر المقدم للخدمة داخل المستشفى، وأيضا المستشفى معنية بتدريب أطباء المقيمين في قسم بإشراف مباشر جدا من قسم التدريب الطبي في هيئة الصحة دبي، وكذلك استقبل طلاب الطب للتدريب برضه ويقولوا يعني تدريب وتهيئة المناخ للعمل في المستقبل بنفس الكفاءة اللي بتعمل بها التيم الآن. فأنا أفتكر إنه دي خدمة لنظرة مستقبلية في تدريب الكوادر الطبية ونظرة حالية لتقديم خدمة عالية بكادر متدرب واستفادة من خبرات سابقة طويلة جدا ما زالت تعطي، وإن شاء الله بيمد عمره بالصحة والعافية إداريا وفنيا وعمليا لتقديم الحاجة حالية منشودة لسلامة الطفل والأم داخل مستشفى لطيفة. نعم. نعم دكتور عاطف، طبعا من المعروف بأن يعني قسم المناظير متوفر يعني في مستشفيات أخرى، ولكن يعني ما هو الذي يميز قسم أو جراحة المناظير النسائية بالأخص في مستشفى لطيفة؟ حقيقة السؤال ده مهم جدا، ولأنه في قسم مخصص تماما لهذا السبب خلينا يمكن آخر سؤال دكتور. أيوة، ومخصص يعني بطاقة ومدرب جدا، وكل الناس يعني ملمة بالخدمة المتميزة قسم المناظير واستجلاب الخبرات الأجنبية العالية جدا في المجال ده وتدريب الكوادر الإماراتية والموجودة الآن لتقديم الخدمة ده. حقيقة القسم مميز جدا، وأنا أتمنى أن يترك المجال للمختصين في أهل التخصص يعني رئيس القسم. نعم. في التخصص، لكن حقيقة هي قسم ممتاز جدا بقدم خدمة المناظير للحالات المستعجلة كالحمل الخارجي الريحين والأكياس حول المبيض الحالات النزيف الداخلي الالتهابات كلها بتقوم بها مثلا كخدمة جراحية تقدم من قسم النساء والتوليد في مستشفى لطيفة للحالات المستعجلة، كذلك الحالات الباردة اللي بتستحق مثلا إزالة الرحم عن طريق المنظار أو إزالة الأورام عن طريق المنظار أو التشخيصية أيضا، وهذا كله يعتبر منه هو من يعني تخصص لتقديم الخدمات الجراحية. صحيح. بأقل يعني عملية جراحية بسمها هو طبعا بالترجمة الإنجليزية اللي هو مينيمم انفيزيف سيرجري، ودي مهمة جدا إنه بطريقة المناظير تقديم مناظير مثلا عنق الرحم، منظار جدار بطانة الرحم، منظار البطن يعني معالجة ما يتعلق بأمراض أو أورام أو يعني بعض الحالات أمراض الحوض مثلا، دي كلها حتى يتم معالجتها جراحيا سواء كان عن طريق الإزالة عن طريق الدعم، ودي حاجة مهمة جدا. فأنا أفتكر يعني قسم متميز جدا وخدمة هي تعتبر خدمة. نعم. متميزة جدا، وكله طبعا قسم واحد خدمة. نعم. متميزة جدا. نعم. والفكر ممتاز جدا في انه تدريب اطباء. صحيح. وده يعني ده النمط العالمي في تقديم خدمة امراض النساء والتوليد انه التطوير وتقديم الخدمات عن طريق انه يعني اقل يعني من الجراحات المفتوحه لتقليل يعني الحاجات التشويه. نعم. واهتمام بالناحيه الجماليه برضه من ناحيه انه يكون في يعني جروح يعني وندوب جرفيه في نعم. في الجدار الامامي للبطن كده، ودي. نعم. يعني ما شاء الله يعني مستشفى لطيفه مشت فيها خطوات وباع طويل جدا واصبح مركز للتدريب كذلك. صحيح. المتخصص بالحكايه يعني. شكرا. زي ما ذكرت في خبرات متميزه. نعم. في المجال ده. شكرا. دكتور عاطف بشير استشاري امراض النساء والولاده بمستشفى لطيفة، الحقيقة شكرا جزيلا لك، ونحن أيضا فخورين الحقيقة بوجود هذا النوع من المستشفيات على هذا المستوى العلاجي والتعليمي والبحثي. يعطيك ألف عافية دكتور، وإن شاء الله أكيد لنا لقاءات أخرى للحديث عن الخدمات المميزة في مستشفى لطيفة. شكرا لك دكتور.
مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معي، كان فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء هاشم، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.